بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مكملين إن شاء الله بإذن الله في الإبسود مع المنيو. سبق وإن إحنا حكينا في موضوع الربط ما بين المنيو والبيجز والبوستس. الجانب الثاني راح نحكي في كاستم لينكس. إذا أنا بدي أربط باكسترنال لينكس مثلا، خلينا موقع زي موقع جوجل مثلا، تمام، انا عايز اربط عنصر في المنيو تبعي باكسترنال لينك، حاجه بره كده، تمام. انا هاخد الكوبي بتاع اليو ار ال بتاع جوجل وابتدي احطه في اليو ار ال، وفي اللينك تكست هنا انا راح نكتب النص اللي راح يظهر في المنيو، يسترك الباري يا رب، تمام كده، جي او او جي ال اي مثلا، ويضيف اد تو منيو. هلاقي ان جوجل مثلا حرف الاي هو يعني ماشي، انا لو ممكن ما انتش في حرف الاي علشان هو اللي طلع اسمه لوك، مش عارف ليه، خلونا نضيفه ونبتدي نعمل سيف منيو. وبكده بتلاقي ان لو انا رحت هناك وعملت ريفرش هلاقي ان جوجل ده اخر لينك موجود معايا، لو انا رحت عليه كليك هيروح يوديني دايركت لصفحه جوجل. الجانب اللي جاي بيكون عباره عن غير الكاستم لينكينج، يعني مش شرط يكون اكسترنال بالمناسبه، ممكن يكون انترنال. لو انا نسخت مثلا اليو ار ال ده بكوبي وحطيته عادي جدا راح يظهر معايا، يعني فما تشغل حالك انت، يعني كل الطرق تؤدي الى روما. يعني الجانب اللي جاي بيكون الكاتيجوريز. ما انا ممكن اربط عنصر معين بكاتيجوري، ولنفرض انا عايز اربط بالاي ليرنينج كاتيجوري دي. في الاي ليرنينج كاتيجوري لو انا ضفت الاي ليرنينج كاتيجوري مثلا واروح عملت سيف ليها، تمام، ورحت عامل ريفرش هناك، فلو رحت عند الاي ليرنينج هروح اضغط هلاقي وديني الكاتيجوري بتاعت الاي ليرنينج، فيبتدي يجيب لي كل العناصر اللي فيها ايه اتذكرت موضوع او كل العناصر الموجوده في الكاتيجوري تبع اي ليرنينج. يا جماعه انا برضو ممكن اضيف الاي ليرنينج وتحت منها الفليب ليرنينج. لو انا علمت مثلا على الاثنين رحت ضايف الاثنين هلاقي ادي الاي ليرنينج والفليب ليرنينج الاثنين برضو ايه اضافوا. لو انا عايز اضيف عنصر تحت من عنصر فابتدي ايه، انت عارف القصه دي. تمام، ده بالنسبه للجوانب دي، او ده بالنسبه للجانب الاولاني هو كان خاص بالكنترول البسيط في ايه المنيو والايديتنج. كل الكلام ده بيحصل ايه في العناصر اللي بتتكون منها المنيو، يعني انت كده بتعملها كرييشن. الجانب الثاني كان خاص بالمانج لوكيشنز. اوف مانج لوكيشنز للاسف الكونتنت الثيم اللي احنا فيه ما بيدينيش غير منيو واحده وواحده بس. فبص يا سيدي، في ثيمز تانية ممكن يكون في برايمري منيو سكندري منيو، وممكن يكون في منيو ثالثة، ممكن يكون في اكتر من منيو. فعلى الحاجات على حسب انت بتبتدي تختار. انا ما عنديش غير منيو واحدة بس اسمها مين. انا لو عملت منيو تانية ممكن اعملها وابدل ده مكان ده ودي مكان دي براحتي زي ما انا عايز. يعني لو انت كنت عايز تعمل كده ما في مشكلة، ممكن تعمل اكتر من منيو وتبدل ما بينهم، لكن انت ما عندكش غير مكان واحد بس هو البرايمري منيو، تمام. يعني انت تقصد تقول ايه، بمنتهى البساطه لو انا رجعت الايديت منيو مره تاني ورحت عملت له لا كرييت نيو منيو، انا عايز منيو جديده وهسميها مثلا ماي منيو المره دي، وهبتدي اعمل كرييت للمنيو دي، وهبتدي اعمل فابريكيشن لكل العناصر. انا مثلا في الماي منيو هي ما فيهاش اي ايتمز خالص، تمام كده. هروح اقول له للمانج لوكيشنز واقول له بص يا سيدي، انا مش عايز اللي فيكون في البرايمري منيو اللي هو المكان ده، مش عايز يكون في ماي المين اللي هي القديمه، انا عايز ماي منيو، تمام كده. ابتدي اعمل سيف، اوكي. ولو انا رحت عملت ريفرش جس وات ايه اللي هيحصل؟ مش هلاقي حاجه. ليه؟ لاني اساسا ماي منيو ما فيهاش حاجه، تمام. يبقى انت عايز تعمل اديت منيو، عايز تضيف ايتمز جديده اوكي. طيب كده عندك ايه؟ عندك سيلكت، عندك عندك البار اللي يظهر ده، وانت محتاج تروح مين؟ لماي منيو. طب ضيف لي يا عم عناصر في ماي منيو. حاضر يا سيدي، انا هضيف لك في ماي منيو مثلا كونتاكت مي وسايت ماب مثلا، واعمل له ادنج، فالاقي ان العنصرين دول اتضافوا، واعمل سيف منيو. وانا عارف كده اللي في الديفولت بتاع الافتراضي بتاعي بيكون القايمه الثانيه، فلما اعملها الاقي ان ايه الاثنين دول ظهروا. فمعنى كده ان انا ممكن ابتدي انتقل، ممكن. طب انا لو رحت المانج وذ لايف بريفيو ايه اللي راح يحصل؟ انت بيرفكت، انت رائع، انت بوناصيره، انت اكسلنت، انت ممتاز على فكره. هيوديني للويزارد بتاع الكاستمايزيشن. انت عرفت الفكره، انت عرفت اللي فيها. فلو ما في حاجه اسمها لايف بريفيو، انا دايركتلي بروح على ايه؟ على الكاستمايزيشن. يبقى الويزارد بتاع كاستمايز يا جماعه اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده، قلنا ان هو بمثابه وات يو سي از وات يو جيت ان، بيسموها واي دبليو ما اعرفش ايه كده في الويزارد بتاع او في التسميه الحديثه للويب ديزايننج. يعني اللي انت بتشوفه اللي انت
بتصممه بايدك هو اللي راح يحصل. فبالتالي عادي انت عندك مين يا سيدي ماشي كنترول في المين، اغير في الليفل، اعمل اللي انت عايزه، اعمل ري اوردر، اعمل اللي انت عايزه، ضيف ايتمز، اعمل ديليت، علم عليها كبرايمري، كل الاوبشنز اللي كانت موجوده من شويه مور ادفانسد راح تلاقيها هنا بس بشكل بسيط وبشكل مرتب شويه في الوزارد بتاع مين، في الوزارد بتاع اللايف بريفيو. ده الجانب اللي احنا عايزين نغطيه في منيو. يا رب يكون الموضوع سهل وبسيط ونفتكر بالله يا جماعه موضوع في قمه الاهميه. وقلت وهقوله تاني، كل الكلام اللي بنشرحه في ابيرنس من تاني، كل الكلام اللي بنشرحه في ابيرنس بيتوقف على الثيم اللي انت شغال عليه. يعني ايه؟ يعني في اوبشنز ممكن ما تلاقيهاش في الثيم ده عن الثيم اللي انت شغال عليه، في اوبشنز بيديها لك ثيم مش موجوده في ثيم تاني. يعني لو احنا اشتغلنا على ثيم او تمبلت تاني ممكن نلاقي في اوبشنز زياده او في اوبشنز ناقصه، لان الكلام ده تحت الديفلوبر اللي بتصمم الثيمز، هم اللي بيدوا لك شويه الفيتشرز دولت. وده اللي احنا بصدد ان احنا نوصل له ان شاء الله باذن الله من الدبلومه ديت، ان احنا بعد ما نفهم بس الاستراكشر الهيكل العام ازاي ووردبريس بيشتغل، ندخل على ايه التوتور اللي جاي ان شاء الله باذن الله، ازاي انت تصمم الثيم بتاعك على ووردبريس وتبيعه على مثلا فريلانسر زي ابوركس او على اي موقع من المواقع دي. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، نستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.